نشكر الغرفة التجارية الصناعية مدينة الرياض على هذا الحفل الكريم والحفل البهيج والحفل الممتاز. ما شاء الله، يعني الفيرست امبريشن على ما يقولون أو الانطباع الأولي شيء رائع، منظم، كل شيء ماشي بطريقة جميلة وسلسة. مشكورين أنتم حقيقة القيمين والقائمين على التنظيم. طبعا كل سنة ما شاء الله تبارك الله غرفة الرياض تبهرنا بالتنظيم الرائع الجميل اللي تقدمه لهذا الحفل. لا صراحة تنظيم رائع وما هي بغريبة على غرفة الرياض التنظيم مثل المؤتمرات هذه. أنا ليلة سعيد لأني شفت شيء جديد، ديكوريشن جيد، رجال أعمال جيد، استقبالات جيدة. صراحة من يوم دخلنا مع بوابة المعرض إلى هذه الساعة فإحنا في حفاوة جيدة. أشكر رئيس غرفة الرياض وأعضاء مجلس إدارته ونائبيه على هذا الحفل الرائع اللي كل سنة أشوفها أفضل من السنة اللي قبلها، وحفل صراحة يليق بغرفة الرياض. والله الحفل أكثر من رائع، ونشكر الغرفة التجارية بالرياض على هذا التنظيم المميز، وإحنا أصلا نحتاج الأشياء هذه، التعارف بين سيدات ورجال الأعمال لما في مصلحة للبلد عامة يعني كافة. And I believe this is a wonderful event as we are given the opportunity to network and meet with business colleagues and enhance our diplomatic and business relations. يعني بالنسبة لي عيد كبير اليوم، واللي أسعدني أني أشوف كل جماعتي كل ربعي اللي اشتغلوا معاي لا يزالون بصحة وعافية. هذه أول مرة أنا أجي الحفل السنوي لمجتمع العمال، وصراحة هيوج لأن لقيت أنه فرصة لنقول التعارف والتواصل، وحتى فرصة لخلق الكثير من الفرص والمشاريع المستقبلية. حقيقة مثل هذه اللقاءات أعتقد أنها تصب في نجاح المشاريع، وكذلك تكون عامل مساعد في اللقاء وتبادل المعلومات والتعارف بين رجال الأعمال. ما شاء الله حفل جميل ورائع، أرى أنه يعني ما شاء الله يعني انتراكشن في انتراكتيف، يعني الناس يلتقون ويتحاورون وما شاء الله. سنة نحضر ملتقى رجال الأعمال في الرياض بإدارة الغرفة، وما شاء الله تبارك الله نشوف فيه حضور أكبر واهتمام أكثر وتطور أيضا أكبر يتواكب مع رؤية سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان. وأنا أقول دائما كل نجاح خلف الرجال أبطال، فشكرا لرئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ عجلان العجلان والأبطال العاملين معه. حفل هذا العام أبهرنا منذ أن دخلنا إلى الصالة المدخل والممر الذي يقود إلى مكان الحفل مبهر، فنتوقع أن يكون الحفل كله مبهرا وجميلا يليق بالرياض وبغرفة الرياض. والله التنظيم رائع وفرصة كبيرة جدا للتعارف على شخصيات سعودية وغير سعودية، فنشكركم على الدعوة وعلى التنظيم وموفقين دايما إن شاء الله، وغرفة الرياض من الغرف الرائدة في المجالات دي يعني الحمد لله. يعني انطباع جيد ما شاء الله، ملتقى رجال الأعمال رواد الأعمال وتبادل خبرات وكذلك تبادل الفرص التجارية والتعاون. ملتقى جيد جدا لرجال الأعمال السعوديين، وهذه تتنامى بشكل جيد جدا مع رؤية 2030 لتبادل الخبرات وتبادل الآراء والاجتماع مع الأخوة بالشركات والمصانع لتقوية العلاقات بيننا وبين بعض، وإن شاء الله تكون محور جيد جدا وخطة عمل مستقبلية للمستقبل إن شاء الله القريب. تنظيم الحفل بسم الله ما شاء الله يعني حاجة كويسة، التكنولوجيا كمان موجودة بشكل كبير قوي في داخل الفعالية، طبعا الحضور كبير قوي ونشاط بسم الله ما شاء الله حاجة كويسة. أتمنى إن شاء الله توفيق للجميع وموفقين بإذن الله.